ولا عيج التشهد إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي إني هذا صفات العليا قائم بالبناء أريد عطيا تحت باب الرجاء وبدو بذلي وأغذني بالفجر قبل المنيا. قال الكريم باب رجائي وموعدي وغدو كل البريا فأعذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي منه منيا واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج في طلعة الهاشمية. ما زلت الإجبال في كل أمر وانقضتنا في المسجد في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريق السوية واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدى في حكم يغمر ذوقي في فهم سر من المهية وفي تلك الباب ان يلم بشيطان والنفس والهوى والدنيا